كشف مؤخرا عن وجود 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، أغلبهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون في السلك العسكري، كلفوا ميزانية الدولة أكثر من 220 مليار دينار. ومنذ مطلع العام الحالي بدأت وزارة العمل حملة لتقطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة ومع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص لإخراج غير المستحقين من شبكات الحماية الاجتماعية. ووفقا لرئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل أحمد خلف، فإنه منذ بداية العام الحالي حتى الآن جرى كشف 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، مبينا أن هناك دفعات أخرى من المتجاوزين تعمل الوزارة على كشفها قريبا لاستعادة الأموال من المخالفين. وما يثير الاستغراب تأكيد خلف بالقول إن المتجاوزين هم موظفون حكوميون في بغداد والمحافظات الأخرى، والبعض من هؤلاء موظفون برواتب عالية، وأنه جرت استعادة 21 مليار دينار منهم، وما زال في ذمتهم للدولة أكثر من 200 مليار دينار يجري تقسيطها عليهم لمدة 10 سنوات حسب القانون. أن عملية التدقيق مستمرة، ونجري عملية فلترة للسجلات لكشف المتجاوزين، وتحتاج إلى جهد كبير لفرز المستحقين من غيرهم، مؤكدا أن من بين المتجاوزين 1200 منتسب من وزارة الدفاع، بينهم ضباط بعضهم برتب عالية، وقد اتخذت الإجراءات الخاصة للاسترداد بحقهم. ويوفر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين عن العمل والأرامل والأيتام، علما أن الراتب الواحد لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 120 دولارا أمريكيا، وهو مبلغ لا يغطي معيشة أي عراقي لمدة أسبوع، الأمر الذي يعني أن المساعدات الحكومية لا تكفي.